من توا من توا ما زال يسكب خريا بل شدا انتي مناي لو كلامكنا نين مركز دار العلم مولي نسي ايبا ما هدودا نسكالي لا مسوب حتكالي مصباحي اقونتا ايا موجدا دمانينو وما عسيدي مالا مركز كينو اي اي ما ملكنا قوشا ايا انكو قانا ايما رتبت مالي منتي مسكح زي زي ايا مانكا ايدي سي دعا مويا ملكا اوضا ما وحوق المجرى ما انت يا لدوني ذينا هدي عانا موغنين ما انت وا ما انت وا. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. أرضيك سوحوها أن عبد الغفار حاج إسماعيل إلى أخرنا يا آيات القرآن يا سبحانه وتعالى خير سيو إن وحين وحيك دون أسوأك لا أرضي هذا إنه أخر دونتو إن آيات من القرآن الكريم عائشة محمد محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تبغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إمام الهدى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد ضيوفنا الأكارم أحييكم باسمي وباسم الطلاب والطالبات مركز دار العلم لتحفيظ القرآن الكريم بتحية من القلب يطيب الشذاها مسكا وريحانا ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الضيوف الكرام لكم منا كل ترحيب والتحية التي يحمل مدى سعادتنا وفرحتنا بزيارتكم الكريمة لنا وبإنضمامكم لنا وبمشاركتكم في هذه المناسبة الرائعة وها هي آياتنا نمدها لكم بكل ترحيب والمودة وبكل حب واحترام وشوق نستقبلكم ونفرش بطريقكم بالورود أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع الشروق الشمس وغروبها وبركاته. وعد ما حصلتها إلى سبحانه وتعالى وحان ورجينا إنه خير سيد قوضها سي إنه آخر نسي ترحيبك إنه حيسو دوين إسي مرتشرفك إنه ورشا غيب غاتي إنه حفلنا عن قلن جبنتا إن سوى قلعه وحين وحيق دونا إن أرضي إنه آخر دونا خطبة كهذا ليس فضل تعلم القرآن زياد شال نستح. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعل له أقلا وهباه بالتكريم سبحانه رفع شان العلم وفأقسم بالقلم وامتن على الإنسان فعلمك ما لم يكن يعلم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية آل الجنة يوم يلقونه سلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونأخذ دونه أن نكل قوم عاو عبد الغفار حاج إسماعيل مدح لحافظ القرآن لقوا أمانة يو أن قفك حافظ القرآن كه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الضيوف الأكارم، في هذا اليوم أشرقت الشمس نيرة، والسماء صافية، والأرض مخبرة، والأزهار مبقرة، والوجوه مبشرة، والقلوب محشوة بالحب والتقدير. هذا اليوم يحكي عن سنين خلت ونحن عاكفون على كتاب الله حفظا وختما، بكل مقام له مقال، دعونا نفرح في نشيد يوحي مدى سرورنا في هذا الحفل المبارك. ضوبى لمثلك حافظ القرآن، ضوبى لكم بمحبة الرحمن، أكمل ضريخ الخير واسعد سلما، يزداح شداك ببلغة وبيان، أسلوك ضريق الحق خلف محمد، واقتدى حبيب الله في عثمان، تاج الوقار حراسته وملكته وكتبته بالدل والمرجان. إن شرفنا وحاوفي لنقفك حافظ القرآن كأي قرآن كأخرنت البدن إن وهي لا يشفى عاد قرآن كسد النبي عليه الصلاة والسلام إنه شغي إن وحنك قصي قد بيا إن أرضاء إن أخمتنا أيضا نشيدة إن شيخي علمني القرآن إن أروى حاج إسماعيل نصر محمد هود. القرآن ليعطر منه الأكوان، وأرتله وأجوده، وأروي منه ظمآن، بتلاوته روحي تسمو، بتدبري عقليا ينمو، بتلاوته روحي تسمو، بتدبري عقليا ينمو، ويزول به عني الغم، فأضل سعيدا فرحانا، شيخي علمني القرآن، ليعطر منه الأكوان، وأرتله وأجوده، وأروي منه ظمآنا، وأنسي إن كنت وحيدا، يدنيني لو صرت بعيدا، وأنسي إن كنت وحيدا، يدنيني لو صرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا. مركب ولا ليال ان ارداس وحين اخنا يا نشيد داسي ااتك اقيمها بدنيد محايا الشيخ هذا يقعد سنه انه القران كاوبرو سن محايا هذا ادونك او افيان او نغضه ادونك انت جوان الليبان ملي كل ليبان سو او نغضه ان انت سبحان كاقد بها نشيد داسي القران كا ان الشيخ يقعد سنه على ارداسي ان وحين وحي دونا اردك لا يغنى انه اخن دونا نشيد الصوماليا وهو قميصه عائشه محمد يا نجم عبد العزيز. من توا ماذا ليس كبخر يا بل شذا انتي مني لو كلامك نانينا مركز دار العلم مولينا سيبا ما دودا نسكالي لا مسوب حتكالي مصباحي اقوانتي موجدا دمان
كنينا وما عسيدي ما لا مركز كانوا ويي ما ملكنا جوشاي انكو غناي ما رتبت مالي منتي مسكح زي زي ما كايدي سي دعا مويا ملكا ذا ما وحوق المجرة ما انت يا لدوني ذينا هدي انا موغنين ما انت وا ما انت وا ما ذا ليس كبخرا يا بلش ذا انتي بني لو كلام خنانين اللي ابو ريبان الشهادة وقرا حد باين تان اعوذ وامر كيس وانفل على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد حماد علينا يا مرتدى شرفت الله وهلكن وصوب بوقتي بيت بيت لكم ذا يقالن جبين ارضي قالن جبين يسد فعيد كواد مركزك دار العلمي أيان مهدو علنية علماء خاصة دعاء يا والدين تشرفت له مرتدى خاص كأيانا أيان مهد إيراد أو علنية ومهسنتين بقول في بقول مركز كان دار العلمي سوق بالله وداي مكان نورمه محنكو آخرين جرني لو علوان هو بالله ما مركز كاد أرضان أركيسان لو علوان هو بالله كلاسه أنا ده يعكس كحيران وها كان مركز كا أيان هو بالله مركان بلاوي حاله عمرنا 19 كي او بلاوي بيش لوات ميلا سان بلاوي ارض الله علوه بلاوي انت مدان معنا لسو حربناي كدب كلاسكي عروتي مكي وخا زيادين او 25 ميلا مرايان مركزكي اسغا هي ددكي معنا مامل قاها هي خوا نير غلي هادل ماشي ايان كسو بحناي او تحفيز كما ديب يو نوقتي عروتي اغا هين raatiisha taayeen diba oo noqteen waxa ka soo hartay calaam 15 ah waldiin dibadii wad maxaad in meel ma haystid mashaqa ana carurteena meel kale ahaan si geysanayna marka diba ayuu u noqtay kadib markiskii meeshan hadda uu noo yaalo jingada arkaysan ayaan meel hal qolo jingada aan ku dhisnay waldiina ka qayb qaateen khaasatan xaj ismaaciil qeyr allah siyo miisaanka xasanadka allah uu daro asaga ayaa duugusha badan lahay ila waldiin kale oo khaas ah had ila الآن kana sheekh haaji gacanta iyo hada ku haya wixii loo baahdo dhamaan asaya hada wax xil saaran marka khair allah siyo hal qol aan dhisnay kadib caruurti 10 ka aan ku bilaabnay hadana cadadooda maxaa maraysa maray caruur 8 meel asaasi ma caagayneysa marka juhdi aan ku bixinay dheerada galaasi asagana halka qolka ah muxuu si maraya 3 galaas si maraya marka falilahay alhamdul minna caruurta maasha kitabka allah aan ku barna hadda ayaa dafcadii koowaad markiiska qalinjibinta koowaad hadda ayuu maraya markiiska isku reebkiisa intoo hadda dhisan yahay waa 4 sano umaleena 19 kii oo bilaabnay sanad ayaa dhaxda ka baxay oo corona ay wax imaaday dhaxda ka baxay marka sanadkii 4aad hadda noo dhamaaday hadda umaleena sanfalay marka haddana caruurti 8 marayaan caruur quraanka dafcadan aan siinayna waa caruurta quraanka xifdiye waa 6 arday ah aan da shaadan si rabna عروق كلا ودوتها انتهي عروق هذا قرآن كحد من أفرج توان عروقه قيبتك كلا ودوتها هين ولي شهادة وقيبتك وحده إن شاء الله هذا لكن ما حقدون سين دونا عروق ليح أي شهادة سين دونا قرآن كحفتيه مركز كساس إذا قص عدا محن رجينا معناها إنه معنا هم عالي وصي إيشه أن معناها هذا جهد قصي بحنا أنا ومعناها معنا اعتمادي إنه نفتين والدين ترى ما أنت اعتمادي إنه saasayn rajaynaya markiska niyolban uu soo yahay baahiyo far badan oo weelayahay maxkamadda hadda caruurti joog ma lahan biyo ma lahan halka galaasaha ayada meesha aan ku akhriina cunug kuleeyahay macna joogan rawaa joog kama celin kartid hadii ma dhigan tahay inuu soo joog u baahneen bin iska dabaxo caruurta dabay ila aan kan caruur asturan ma aha marka alxamdulillaah waan insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ka baxno oo wax kale aan rajaynayna insha Allah marka markiiska xaalada ay ku bilaabday hadana juhdigaas ku bixinay saas ayuu ku socon doonaa si kasi macnaha uu aan soo asagana bal waaxi faahfaahin markiiska uu mudirka u raaco ana abuna wa sheekhuna wa waliduna ana sheekh ana haaj ismaaciil billahi minash shaitaan rajiim wax weyn anika hadlimahay sababta uu wacan
وحلا لو هذا الهواء وحلا سوبي شيخ أيام لما يتري أو يحولن لمي وحان هاد كسي دارها يوم لها المهن هذا هو آخرنا هيين دلال لود دلال سبب تدي كوجارين إلى أهبنا الله جرب قلي لكن معلمين تي وحوي والد كل بعض أيضا دلال يمجين وابن توصي هيان وحاك الأجراء معلمين كلا عدة أو والد له وحن الله هذا هي والدك وإن لسه دداله أو سيد أيك أيو دداله هي لو دداله مع مرك أف سامالي لو هذا جرى وحي سامالي ليه جرتي هانت أي هروبك مرك إسكوع العليان سيد هذا عانها أو أذا يكو جروين أذا يكو جروين أي دهان أي وحكت لشا صبك أدي والد كان أود دداله معلمين تنا أي دداله أردي في عنا ماشى سكسو بحيسا وحن الشيء يا والد دينته إن أجن سود دالان سيد معلمين تأي دال كذا ناتوسين والسلام عليكم وحين وحيد دونا سو كله إن منهج سوفي هذا أو كم إذا أذياش إن مجال بولادة كم إذا أجن أو سجن كلمي دي سينو جدين دونه مركور وحن سلام يا والد دينته حلفتنا شرفت بنا قيمة بنا كسر قيب كش أيان سلام يا يو معلمين تا يو عرور تا أيان سلام يا أنت أكتب الحمد لله رب العالمين إلهي يكون أسطورة جلي نم عذن إن معنا كسر قيب قلنا إلهي ما دع إسكاله إلهي إن كشفونا يا أد أفيعا وأوجدين عرور تا يريرون دلنا وحي آخرين أيين oo hadii quraanka uu yahay iyo hadii maadeeyaha kale ay yihiin quraankana waa ugu ninkii garanay cilmiga iyo aqliga way is geeyaan fuliga uu leeyahay iyo ajirka uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay sharafta uu leeyahay waa daranaysiin aan u maleeyna markay horta anaga waalidka daano waxaan u maleeyna naadiga iyo diinida marka la yiro waxaan aad u xoojinaa naadiga waxaan u maleeyna waxa maanta caruurtaada marka dhimato ama marka nooshaba inta adduunka jeeto lagu weydinaa oo quraanka lagu weydinaa waa diinta waa laakiin naadiga lagu ma weydinaayo malayn caruurtaada maxaa uu wax u bari waa quraanka ugu tarbiyeeyaa lagu ma baray ruuma dhahay marka saas horta u kala dareejo badan yihiin marka inta markaan ka gudbo waalidka waxa malaynaa 2001 iyo 2002 labadi ayaa la saasay dugsiga anaga nafta anaga duqayo dinno wa ka qayb qaadanay maanta meeshan la dhisay iyo inta meeshan ilmaan Cabdi Axiis waxaan maleeynaa saddex aan ku soo la fadho ayaa waxaan ku jiraa abo u dul qaado Ilaahay ku barakeeyo u dul qaado maanta la waa ogtiin darajada maanta taayinta oo yimaaji hadda maanta uu joogo waa arkaa tan maana waana u jeedin waxaan rabaa marka waalidka iyo macallimiinta inay mar walba ay isla shaqeeyaan isla socdaan wixii baahiye oo markaa soo baxo macallinka noomato oo macallin kaliya samaawoodi karo waxaa gacmo geejir waxa la dhahay wajira wax ku gooyaan marka waxa la waa waalidka waalidiinta iyo macallimiinta inay isla shaqeeyaan waxaana wixii doona sidoo kale in alwaalid mid ka mid ah waalidinta markaska maxamed nurow ilaahay baa mahad iska leh ilaahay gimaanta naso waafajiyay xafladan xafladaha ugu muhiimsan kamid ah xaflad lagu maamusayo xiritaanka ama maaragtay xaflad lagu soo xirayo quraanka masha Allah wa wax uu ninkasta maaragtay ku himinayo inuu caruurtiisa u geesto meel wax barasho u leeyahay khaasatan meel quraanka ilmaha lagu barayo marka aniga masii badinaya odayaasha horteeda ayaa ma aragtay yaa arrimo muhiim ah ka hadleen aniga laba qodob oo ma aragtay muhiim ah yaan ka hadlaya mid waxaan leeyahay ardayda midna waxaan leeyahay waalidiinta midna waxaan leeyahay maamulka madrasada ama dugsiga midda koowaad waxaan leeyahay ardayda ardayo maanta fursad qaali ah yaad haysataan ee maaragtay waalidkiina wuu soo dadaalay
معلمينتنا ديارة إيدينيهين مركا حداد كفا إيدي سواسان دادو حاد نقونيسان لو دحد كبحي والدين بدن أورمان ميشا فديان ميسن هلين فرصة قالية أو إذن كمانت آده هيستان مركا وحاوي وفرصة قالية كفا إيدي ستايا إيدين ليها مد اللواد وحان ليها والدك والدك سيداد أكتهي تيرك كواد عنق وحق برنايو ووالدك لبدا والد أو اسكدوبان أو قعمها إسا إستا مبا عنق وحق برنكرا لبدا والد هداي كالجيدان أما ما عرقتاي وخلافو دحيو عنقين وحما برنايو تاس أغادا مركا لبدا والد وحال الربا إنا ما عرقتاي عنق أي أمي دوبان سيدرهيرك الدرهو ذاك أمي وأمي دوبان يا الله ربا دوسكا وحبرشيدي سام عنوكا إنا إذا أغم أغم دوان مركب والدك وحال غرها إنا ترتمان عنوكو ذا سيد اللو وانا جلها أكو ترتمان هل كان مركو إمارو معلن كاي لجرتا دادال كيسا سدو عنوكو حفانسين لها لكن والدك أنك وحان لينا هاي دادال المها لابد نعبها لغا ديسو وقت آجوكتوا وقت وحاوي لابد نعبها عنوكو إلا وحال غبروا ولما قرانكا وشيء مهم قضب كيغا ودن بوحان ليها معلمين تا اي ارددا اي كانت او وجرتو الهي كسكو وغادا ان عنوغا او ريركا كسو تغي يو حدا عديغا وقتغا دا او جوغو مهمنا اي تاي ان شعب عز شيخ ان ماركتا اي مهم تاي عرورتن عاد اركيسو اسكو سيوح مفهم يان إن وحاجرتا معلنك كهر مرسن إن وحاجرتا معلنك لجان قاضي كرتو إن وحاجرتا معلنك كهر سيسا أو ماركتا ترتيب أباهن المها إلين حفرد دوضا إيا أقل دوضا إيا مسكح دوضا إلا هاي موضا سمين مركا عنو كستوى لابولك وقارسي سيهاي أيا الربا إن لو لجان قاضو كي ماركتا أن وحاينا وحيق دونا أن الشيخ الإمام أن إمامك يو خطيبك مسجد الزهرة عبد الله أحمد. السلام يا دمان حفلة دادت كي ماذا يودن مرتدة ولماذا هو ريان يو والدين تا يا رضي دبا دمان وماذا سلام يا هذا الكي يقوسك كوبين إن شاء الله تعالى وان سوق قابينه أن وحا إيموغتو حفلة آدي آد لوسو أغاسمي أو آدي آد أغرحسن يا إلما وحلا صوبري إلما هاسي معلمين باكو سودالي أو وح صوبري أو سيدا أغسو شقي معلمين تاسي هدين لغا فرحيو أو غلبي غوضو أوفرمو إن شاء الله إلمهنا إني سيوناك سنادان بوغي هوسو مدعيان وحاجرتو أن قاعدو يو ماما يعني هذا اللي يديه جرين دات كي هوري ايه واناك سنة ايه دين تا حرمين جري ايه دين تا كدن بي وحيديه جرين حدي اللي هلو معلن قاري اه يا اردي قيلة دير هو يقبن قابة بضن يا آباء وحقور بضن المهس وحو برتا هدي معلن كيا أو رأي المها لوجينا يو معلن قاري أيو وياي أرض يقولا أو قيلة دير ياي وصقو مشا فديو وكم غشين وحو آخرين أيو خلاص يا صح وحي خلاص دنات كقبني هو يدنا أي قبنا قابا بدن تها وجري المها هذا وعرفي أو نوري أو ما شاء الله وكو إيماني أمن هربا أبوهنا وحقور بدن ياي وان معلن كا يصود جري أو وحي أنتي جري بالاس كربا مركو ده هو أنو سجيزنيني الماس وهو برن هل هو هذا هذا الكي أولها محمد نورو ينسيح وجنه المها أهريو إلهي دينتي ستبارك وتعالى لا شك مال وكوها كني ماله ماشي اللي جيبه سجل لما ون غني هدي مركو هر مسكح ديسة كتابك إلهي لغو أنغريو لغو كريو ماشو تقبى إسكولية جامعات با ماشو تقبى أساقا لنبوان نغن وانا لغو قادي أو معلمين تسكولكي هالمستويوين كي كل والغو قادي مركا وحان إنا لاهي
معلمين تا المهندس كسر شقيسي والديني سخاص مركان إنك إني لا هذا معلمين تا هلو بيجن أولاده ومعلمين تا هلاجا ورهيو ومعلمك وحال ربع وحيس ما لذي جرتي معلمك الدين تي سي إيو إيو دعدي سك كلا دل بضع هذو معلمك ودعية المها أو هو يدو أنت كفر حسوا أباه كفر عيو ومعلمك ودعية وقلبك يسوق فرمه شك ملا المها ذينا إنه لما ون غني وفهمذي سيفرمي لكن معلمك هذو قلبك حيو ومعلمك يا أنت يا ريت كل بتي أو لبحنينين معلمك هذا هذو المها سي حتى فرح كقادو وده ذاله ووبره المها سي أخيرا وحماسي كان غني أخيرا وهم بس كانوا غني. مركا معلن كهاللوجو دعيو إن المها هاللوجو دعي إن شاء الله وتعالى. آمين آمين. إلهي سبحانه وتعالى إن كبرنا ودعنا. إن وحين وحي قدونا الشيخ محي الدين محا هذا كم إذا سكرتير كا جامعة المستقبل كرم إذا علماء مدعادة مركز كا كم إذا كرم إذا علماء مدعادة بولدان محافظين بولمزوري أيكو سؤالين يا ميكروفونك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن وحنك جعلان لها إن لي رهدو إن ميت كميدة دعاء ده. أنت لله لا سكرتير جامعة دي وها. من القرآن يدين تلوها يوح كفر لبدن ماله. إن وحن سلام يا سلام تكواد. أستاذ عبد العزيز. وأه مدير كمركز كان. الحاج إسماعيل وأه أضيقا مساجدك إيا مولدن با وحان سلام يا إمامك مساجدك زهرة وحان سلام يا شيخنا عبد الفتاح عبد الفتاح محي الدين أضياش شرفت له بذحيدة فريان إن هو يوينك أسوى قوري وقت قودي إن إني قرآنك إلهي كراميان يا أرديد دوكسيغان يا قوة تخرج جيامب إلهي بام هذا له يري الرحمن وعلم القرآن قرآنك وهذا الك إلهي حدنا الله أسقى لب عشري وذك ببري معلنك قوات ورب العزة جل وعلا شرف كاس وجوه قرآنك شرف الزمان والمكان والمحتوى والمضمون ما أنت دور شرف بامشان كورنتي شرفتي مساجدك شرفك قرآنك شرفك بشر رمضان أنت سو شرف باسوي مات مركا أنت ير إن فردنه أجر أن لكو بكرين هذا نيدي إنه إخلاص تاعي أجر أن لكو بكرين بإله سبحانه وتعالى نقصينا يا إن أردي إذا قرآنك دمين إن لك رامي أول ما موسى ووقت الوبحيو وحوي وحيالها أي أمدا خير كجاري سوي أن أيان تندم به وحن موسى كردي أو مدرسوين موسى كردي إن درك السنة ده لقتري إن لباس كي قميص كي عداء يو كوفية دي عداء يو قبلها أنا حجاب كي لوحرو يا إسلام كي تسيا تاسا إسلام كيني كوفي عن وحن وبدعوي نوصل كردي بريها تحفيدة دي يو دكسية دي الوصل در أنا قنما قميصك عادي كوفية دا يو حجابك حفلة دي وين ذي قرآن كلوصل قبل قبلين مساجد كابن قيم أردي دي قالين كالين تكوا يكل أردي دم در كي سنة دي قبل كنا وقرآن كي وأكتحفيد وين دكسي وين كان ودكسية دي أسود تجي هذه الدكسية دي وسوت تجي والله بقول يا كونتون أرضية أي درك السنة ده كمان ما ينهيني أنا كده يعني إن خير الله سيو ولكن عبد العزيز وده دالي أرضية ده سنة وحنا ليها إلهي هب بركيو قرآن كيسوب برتين علم يسوب برتين خالص لوجهه الكريم الله كديو إن أرضية دو سكون نصيب معها دتك مركي يق وضع بلابن وحبرشة قاربة وحوية شان نصيب إني وحي دمبيان قارنا ظروف تمسور غريسه دخدي كغه تغان marka ardayga quraanka soo dhameey ama madrasa soo dhameey ama waxbarasho soo dhameey uu ka nasiibad yahay dad badan buu ka nasiibadan yahay
مركزها وغدًا. جزاه الله خير الجزاء عن الشيخ الداعية محي الدين أن وحينا وحيك دون صدق لي أن الشيخ مداعية أن الشيخ عبد الفتاح محي الدين تد أخيارا يعلم أصوك جربا هرتي دهد لي وحان أن ربا إن ماركتي أن وهم بليا يو أردي دا الشيخ ونوشيك يتخرج القرآن كريم كدميي حفظينا دي كل عيد اللهم بلينا يو أما لو دعينا يو أما لجعلنا يو حامضا قفك إلهي كتاب كيسا حمباري ودمي مارك أرديت أنا أوهم بلينا إسلام مركا معلن كان أوهم بلينا والدين تا أوهم بلينا لمان عرورتو دي هل كان أي ديغانا يان أولا ليال وحارنتي قف والبو مسلمة أنفلا يو إنو أوجي هاي أقونتو ده باكالا دواناتي كتاب كان إلهي سبحانه وتعالى شرف يقيمك ومسلمين تأتوا ذاك ليهاي إلهي بنوس الدجي سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام مركو تلمامينا وحكو سفيا حرك ضرف كيسا أنك عنتي أنه كجر إلهي أقليي ضرف كلان إلهي عنتي أقجرها مركو قفك الرب إلهي أقاره كتاب كقران كالوصي مريا إلهينا إن بضموت تلمامي ونا أماني كتاب كيسا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب آد وقيم بدر وشرف لأنه يهي ووح بينه أن لو أغين وبين أن شيغين الله سبحانه وتعالى وحوك لوكو أمان آياتك لي كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إلهي حنو الشيء كتابك أنه يهي كتاب بركيسا وبركتنا وحالتها علماء كفسران كثرة الخيرات والنفعات شيء النع في جسم بدنيا هاي مركو شيء النع في جسم بدنيا هاي وحلوت المامة أنه يهاي وحبر كيسن مركو كتابك كان إلهي وقوت المامة أنه يهاي كتاب بر كيسن وقفك قاتنا وكبر كوبايو مالك الإلهي وقوت شيء أنه عافمادي هاي الله سبحانه وتعالى أنه عافمادي هاي وح قلبك كجرو يوح بدنك هايبا باطن يظاهر با أنه داوينايو مالك الإلهي وقوت شيء أنه نور يهاي إفتين أنه يهي كما بيحي كرن رنتي كتابك أسك أنت تلمان إلهي وكبحي سبحانه وتعالى مركا قفك مسلم كان نبي قواد مقشين صلى الله عليه وسلم مركا الرب إماده وأسكو لي جري أصور لها جديد من عند ربي إلهي أكتب كعسو بيهي مركا حتى هدو الرب سأسكو لي جري كتابك بقول يأفر يطمنك صورة دوتك كوبان لحكون لما بقول صدني لح آية دوتك كوبان وكدك حق ألك إماده وحبرك يخير وكجرة وحن كورهم كرن معها marka waxa la rabaa marka muslimiinta inay saa u fahmaan dabcan dadka anaga nagu horeeyo Soomaalida muslimiinta aha aad ay u qadarin jireen aqoonta haba yaraato laakiin xaqqa sharafka iyo karamenta loo geysan jiray aad bay u weyneed hatta kitabkan hoos lama dhigi jirin waad ogtihiin dadkii anaga maareeyay na dhalay waalidinteena inta loo lahaa joogayo ay wayadeenaba kitabka wuxuu lahaan jiray meel lagu talagalay korba la suru jiray hoos lama dhigi jirin hatta miis ul yar la masaal jirin gal ayaa loo tali jiray marka waxa soo dhan waxa waye waa wuxuu mudan yahay way ilaaha ta culuma qaar ay dhihi jireen guri uu kitaab ku jiro lama hurdo ha hurdin hadhow waxa laga yaaba waxaan ku tala galin ba iska iimaani kara halkaas ay marka gaarsiyeen qiimigiisa sharafkiisa oo ku anfaca aan barnaamijkii culumada iyo waalidinta iyo ardaydi aan barnaamijkoodi intaas ayuu noo ogyahay waxaan inoogu xigi doonaa in jaizooyinkii iyo ardaydi een ardada wax isku dhaxeelan san arkaayo laba qayb een qayb waxa weeyaan ardada qalinjibinaya imtixaanadkoodii iyo sidoo kale horeeyeen qaybna waa ardada kale ee markaska ayagana imtixaan ay galeen